بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور المبارك ورحمة الله وبركاته. السلام على الدماء الزاكية التي أريقت على أرض أوال. السلام على شهدائنا الأبرار. السلام على أوائل الشهداء الصابرين المضحين. السلام على المعتقلين والجرحى. السلام على رجال الله المطاردين، ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز من قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحبة الأعزاء، إن القرآن الكريم في مواضع كثيرة يصنف المسلمين إلى صنفين. هناك فئة هم المؤمنون الصادقون الذين تثبت أقدامهم ولا تتزلزل في الصراع وفي الابتلاء الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى عباده ليمحصهم ويعلم الصادقين. هذه الفئة لا تتخلى عن قضيتها أبدا ولا تتخلى عن قياداتها أبدا، وتثبت في الصعاب مهما كانت الآلام والجراح والقراح، متوكلة في أمرها على الله سبحانه وتعالى، واثقة بوعده ونصره. وهناك فئة أخرى كلما طال عليها الطريق وكلما زادت الجراح وكثرت الآلام كلما تساقطوا وتراجعوا وانهزموا، ويا ليتهم يكتفون بجلوسهم في منازلهم ومتابعة شؤون حياتهم ومعاشهم، إلا أنهم يقومون بدور التثبيط والتحبيط وإرهاف العزائم وإدخال الحسرة في قلوب المضحين وعوائلهم، ويسعون لبث اليأس في قلوب الناس من حولهم لكي يكون جلوسهم وابتعادهم مبرر أمام المجتمع. الله سبحانه وتعالى يذم هؤلاء ويشبههم بالمنافقين، بل إن أغلبهم منافقون حقا. كثير منهم التحق بصفوف المجاهدين أملا في الحصول على مغانم دنيوية ومتاع قريب وبطريقة سهلة ويسيرة وبدون تعب أو نصب، ولكنهم يتفاجؤون حين يطول الطريق وتكثر الجراح وتزيد الآلام والمعاناة. يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أيها الأحبة الأعزاء، لقد انتشر في الآونة الأخيرة الأصوات المحبطة والمثبطة، والتي تريد أن تنال من عزيمة الناس، والتي تريد أن تنال من إرادة الناس. ويقوم هؤلاء وغالبهم من المرتبطين بالنظام سابقا بالدعوة إلى مراجعة المواقف والحسابات حسب زعمهم، وإلى تقديم التنازلات والقبول بأنصاف الحلول بل بأرباعها، ويدعون بحسب زعمهم أنهم ناصحون لأبناء الشعب، وأن دافعهم ومنطلقهم هو حرصهم على مصلحة الشعب، وغيرها من الشعارات البراقة والكلمات المعسولة. إن نظرة سريعة لتاريخ هؤلاء يكفي لأن لا نعير لهذه الأصوات الضعيفة المنهزمة أي أهمية أو عناية. في الجهاد والمقاومة غالبا ما تكون النتائج متأخرة وغير سريعة، ولهذا السبب يتساقط ضعاف النفوس في هذه المسيرة، فتتطلب هذه المسيرة الصبر والعطاء والبذل والتضحية والتحمل. أيها الشباب الأعزاء، إن الأمل معقود عليكم يا أخوة الشهيد، يا رفقاء دربه، لقد تحملتم أمانة كبرى وهي حفظ خط الشهيد وحفظ الخط الذي سقط من أجله الشهيد. الشهادة هي ثقافة الحياة الحقيقية في مقابل ثقافة الموت. الشهادة حياة والتبعية والاستسلام موت. الشهادة حياة والخضوع والاستسلام موت. فعن أمير المؤمنين عليه السلام: فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. هكذا نفهم الحياة حين تمتلك الأمة سلاح الشهادة، فإن كل أسلحة العدو تتهاوى أمام هذا السلاح. حين تستعد الأمة للشهادة يبطل مفعول القوة والبطش والتخويف بالقتل، وهذا الأمر يعطي الأمة قوة إضافية ويربك العدو ويعجزه ويسقط عناصر القوة من يده. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وفك قيد أسرانا، وانصرنا على من ظلمنا. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.